لازم تحية ليك وتحية في هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن نتنسم عبق ذكرى استقلال السودان. ولعل كما أشرنا أن الإعلان لهذا الاستقلال من داخل البرلمان كان في 19 ديسمبر في العام 1955، ولعل الإرادة السودانية آنذاك هي التي جعلت هذا الاستقلال أمرا واقعا، وتم إعلانه رسميا في الفاتح من يناير العام 1956. أنا أرحب في هذه المساحة بواحد من الذين أرخوا لتاريخ السودان عبر مساهمات مختلفة، وكذلك أرخ لبعض المؤسسات العريقة في السودان كمؤسسة الشرطة السودانية سعادة الفريق شرطة أحمد المرتضى البكري أبو حراز. نحييه اليوم عبر برنامج بيت الأسرة وعبر تلفزيون السودان ليطل على جمهور المشاهدين عبر هذه الحلقة وجمهور المستمعين أيضا عبر موجة الاف ام 88. لك التحية سيد الفريق، كل عام أنتم بألف خير. ونحن نتحدث عن تاريخ السودان، هذا الاستقلال الذي يعني جعل الحياة السودانية للسودانيين وجعل السودان دولة كاملة السيادة. مرحبا بك. أهلا، مرحبا يا أستاذ هيثم. نعم. وأهلا بالمشاهدين والمستمعين. القصة بتاع تاريخ السودان تعرف إلى الآن يعني ما اتكتبت كلها ولا اتكتبت القصة الحقيقية، يعني تأخذوا أجزاء منها وكل ناس بيتكلموا في جزء معين، ولكن استغلال السودان ده كل الشعب السوداني شارك في صناعة الاستغلال وفي عملية الاستغلال وشارك في النضال. حتى الناس في البوادي يمكن شاركوا عن طريق ممثلينهم من الزعماء العشائر والزعماء السودانيين في البادية، ولكن في الآخر كان يعني الدفع آخر فاتورة في سبيل الاستغلال هي القوات السودانية المسلحة. الوقت ده كان اسمها قوات دفاع السودان، ولأنه كان في وعد من المستر وينستون تشرشل أنه يدي السودان ده استغلاله لو السودانيين ديل شاركوا مع قوات الحلفاء حلف الأطلنطي في الحرب العالمية الثانية اللي بدأت 1939 ل 1945، لو شاركوا في الحرب ضد دول المحور، وإذا الحلفاء انتصروا سيمنحوا السودان استغلاله. نعم. وعشان كده تلقى حسن ده كان الاشتراط، مش كده؟ ده الاشتراط. عشان كده حسن خليفة العضمراوي في أغنية بتاعة يا غريب بلدك بيقول ذكروا تشرشل يحترم وعده. الوعد بتاع تشرشل ده نعم. اللي هو قال انه يدينا استغلالنا. يا سلام. لكن دار اقول لك حاجه يا هيثم. نعم. والله العظيم وكتابه الكريم انه ولغتنا بتاعت البوليس اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. نعم. السودان ده يعني الانجليز مما دخلوا ما ارتاحوا في البلد دي، بالرغم من انه نحن نحفظ لهم اشياء كثيره كويسه. صحيح. ونحفظ لهم اشياء كثيره سيئه. هم ما ارتاحوا مما مرقوا؟ هم مما قعدوا في السودان ما ارتاحوا. يعني اول شيء في 1900 اتمرد اليوزباشا محمود مختار ده في العشريه اورطه سودانيه. شوف اقول لك حاجه، القوات بتاعت كيتشنر رجعت غازي السودان ده، غزت السودان ونهت الدوله الوطنيه المهديه العظيمه في وقتها ذاك. جات بفرقتين، فرقه مصريه قائده جنرال هانتر، وفرقة بريطانية قائدة جنرال جادكر، وكان الرئيس قائد الحملة دي الجنرال وينستون الجنرال كيتشنر اللي هو يعني جون رونالد كيتشنر ده قائد الحملة، رئيس الأركان المعاو جنرال راندل. جو الفرقة المصرية مكونة من أربع لواءات، لواءين مصريات ولواءين سودانيات. اللواء فيه أربعة كتائب اللي هي بيسموها الوقت ذاك أرط. الأرطة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ده اللواء الأول المصري. الأرطة خمسة وستة وسبعة وثمانية، اللواء الثاني مصري. نعم. اللواء الأول سوداني بيبتدي من تزعة المشهورة بتزعجي. تزعجي أرطة سودانية، ديل كانوا ناس الريش الخضراء. وديل كانوا هم قاعدين في بحري. بيو ماشيين
وثاني جو قعدوا في المهندسين هنا في محل فرقة المهندسين من درمان محل اشلاق جرانفيل باشا. نعم. حسيت لو جيت ماشي في الشارع بتلقى محطة كهرباء جرانفيل. جرانفيل إلى اليوم. نعم. جرانفيل ده مكان القائد العام بتاع الجيش. الفرقة دي تزعاج ورطة دي شرسة جدا. نعم. تزعاج ورطة دي هي دي ضربت الخليفة عبد الله في ديباكرات. وهم بيجوا ماشيين بيسموه كانوا بيسموه الخدير. والجلاله بتاعته لما نيجي ماشيين بيقول لك الطير فوق الرمم صبيان البنات حملوا كلام الطير بيحوم فوق الرمم صبيان البنات ادوله كلام الطير. جلاله شرسين جدا ديل تزعج ورطه. نعم. تزعج ورطه 10 جي ورطه 11 جي ورطه 12 جي. السودانيات كلهم سودانيين سود لكن بيتكلموا مصري ثقافتهم مصريه. ديل ما احفاد الناس ساقوا محمد علي باشا. نعم. وجوا احفاد الناس ناس على عبد اللطيف وناس الماز و كتار ضباط سودانيين جايين من مصر وللاسف في سودانيين قاعدين في مصر ساقوا محمد علي باشا. هذول ساقوا محمد علي باشا وفي سودانيين قاعدين في مصر هناك. يعني الواحد لو سوداني شكله سوداني كذا لكن هو يتكلم لك مصري ايه يا حبيبي وبتاع وكذا يعني. فجو الارض دي بقى من 9 لغايه 15 سودانيه. نعم. فالارطه 10 دي فيها كان الزباشا محمود مختار ده يتمرد. كان 1900 اول تمرد عسكري يحصل في السودان في 1900 عمله محمود مختار ده وقبضوه. ثاني حصل طبعا بعد ذاك تمرد ثاني تمردت الفرقه 14. الفرقه 14 دي تمردت لانه الفرقه 11 تمردت وقبضوها. ده بقى التمرد الثالث. فالانجليز مرتاحوا كانوا تعبانين. بعد ذاك جات في 24 العمليه بتاعت عبد الفضيل الماظ. نعم. البغنولاه مشهوره دي. صحيح. مات في مدفعه ده وده شجاع جدا. يعني ديل شوف السودان ده. انا شخصيا احمد المرتضى رافض الحكايه بتاعت الانفصال دي والبتاع. السودان ده السودان الكبير المليون ميل مربع ده. صحيح. عبد الفضيل الماظ اللي احنا هسه بنغني له بنهتف له عبد الفضيل الماظ شوكاوي. شوكاوي. نعم. آه. نعم. وحسوا له في فيلم هديه اشتركوا. يعني كان في الامير ارب. الامير ارب ده الخليفه سماه الامير عمر. ده الرسم بتاع الشلوك. نعم. ويعني الجنوب شاركوا. اجي لك ثاني الانجليز مرتاحوا في 1903 اول تمرد مدنيه قام بيه السلطان يامبيو المسمين عليه بلدة يامبيو دي. السلطان يامبيو سلطان الزاندي اتمرد في 1903 والزاندي ديل قتلوا ارمسترونج البيج باشا بتاع الانجليز وقتلوا ناس كتار جدا. الزاندي تمرد وكذا تمرد. وتعرف في السودان ده اصلا ما في حاجه قبيله كده واحده اسمها الزاندي. هي مجموعه قبائل منطقتهم في يامبيو. يامبيو. نعم. يامبيو ما حولها يامبيو انزارا فيهم يعني مجموعات الزاندي فيهم مكركا اللي هو ديل بيسموه النيام نيام. النيام نيام ديل كان السلطان بتاعهم ودي يامبيو مسؤول من النيام نيام اللي هو المكركا اسمه ركتا. ركتا ده برضه تمرضوا قبل يعني الجنوب الشلوك تمرضوا النوير تمرضوا. يا اخي النوير ديل قبضوا المفتش بتاع المركز بتاع بانتيو اسمه فيرجسون قطعوا يدينه ودقوا بها النقاره. يا سلام. النوير ديل تمرضوا 4 5 تمرضات لغايه ما ضرب. التمرد كان ضد الانجليز مشكلة. ضد الانجليز الزمن ده زمن الانجليز هاي يعني سنه 28 جاونا الميجر كوريا. ودي كل حركات تمرد تحرريه مش تحرريه هاي رافضين رفضوا الضرايب. النوبه الجبال جبال النوبه دير رفضوا حاجه اسمها الدقنيه قالوا دي مهانه في بلدنا. الدقنيه اللي هي الضريبه. الدقنيه دي ما الضريبه لاي زول بالغ اي زول عنده دقين. بالله سموها الدقنيه. ايوه. نعم. النوير ديل في سنه 17 القحه دي لا لا عاديه عاديه عاديه. قالوا النوير ديل تمرداتهم شرسه جدا. طبعا النوير ديل هم مقاتلين. نعم. وهي قبيلة ديمقراطية جدا في تكويناتها. أيوة في حياتهم. يعني ممكن الطفل يجي يقول كلام يرمي لقمة من الخشم. يا سلام. للسلطان ويستمع له. يا سلام. وأنا اشتغلت في وسط النوير وكانوا النوير ديل يعني تجي المرأة من النوير ديل سكرانة ماشية المحكمة منعقدة والسلطان قاعد.
قاعد في الجلود بتاعت الجمهور دي والبتاع هيبه وعظمه زي المره دي تنبس يقول انت سلطان شنو انت؟ عنده حاجه زي ضرب التور كده ولا بتاع بيرفع ياي يانج ويستمع اليها تنتقده لك نقد لازع جدا جدا ويستمع ويضحكوا بعد ذاك قرر انه يضحك ويصفق يدينه تمشي يعني ناس ديمقراطيين جدا شوف في ديمقراطيتهم هل تصدق انه جاد الله نافع من ود الزاكي هنا ده مشلخ كده من الجلابه فاز على جشوى ملول في بيتهم في الدائره بتاعت وسط النوير في الانتخابات الاولى فاز على جشوى النويراوي نعم وكان ابوه صاحب السلطان كبير سلاطين النوير اللي هو سلطان العموم سلطان النوير اسمه كيجور ده لما مات ورث جاد الله ده ورث مع ولده مارتن يان كيجور ورثوا الاملاك بتاعت هنا ورث جاد الله ده يا سلام دي الناس يعني شخصيات عجيبه جدا نسمع دارين نسمع لنا اغنيه صغيره بمناسبه الجنوب ما تجيب العضراوي يقول لك ذكر تشيرشل نسمع للسودان يا ودان تحية لكم مجددا أيها الأحباب نمضي ونتواصل معكم في هذه الحلقة في برنامج بيت الأسرة أرحب مرة أخرى بسعادة الفريق شرطة أحمد المرتضى البكري أبو حراز
ونحن نتحدث عن تاريخ السودان القديم والحديث. سيد الفريق نواصل حديثنا الذي انقطع، ودارين نمر في فترات الحكم السوداني ما قبل الاستقلال نزولا إلى العام 1955، العام الذي تغير فيه مصير السودان. جميل، شكرا جزيلا. زي ما قلت لك أنه الإنجليز مما دخلوا السودان ده مرتاحوا. أول شيء ظهرت يعني مقولات كثيرة جدا وادعاءات من بعض الناس، كل واحد يظهر في حتة يقول لك أنا نبي الله عيسى. والإنجليز لأنه بيقلب يعني الكراهية ضد الإنجليز وكذا، فبيعدموهم، بيقبضون يعدموهم. يعني مثلا على عبد الكريم من أهل المهدي ادعى أنه هو عيسى. في ود الشريف شنابلة، شريف هاشم، ود الشريف هاشم ادعى برضو أعدمه. عبد الوهاب محمد في جزيرة تنقس أعدمه. سامبو الحاج في كسر أعدمه. يعني محمد آدم محمد في سمنار أعدمه. أصلا المقولة دي جات من وين؟ قال يقال أنه الإمام المهدي قال المهدية بتنتهي على يد المسيح الدجال، المهدية بتنتهي على يد المسيح الدجال، وبيجي سيدنا عيسى عليه السلام يعيد للدين مجده ويرجع المسألة ثاني. أوصاف المسيح الدجال طلعه قالوا أنه عينه واحدة أعور. اتهبنت أنه حصل أنه كيتشنر كان أعور عينه واحدة، جنرال كيتشنر. بس مما جاء الأنصار قالوا خلاص بتم بقى الدجال ذاته. الأعور ده. وبعدين يعني المسألة دي انتشرت في السودان، وبدا كل واحد كده يعني يذروش وهنا يقوم يتهيج ويقول لك انا عيسى وداركته الدجال. فضربوا الانجليز وعملوا كراهيه ولموا الناس بنفس طريقه حبوبه يعني. نعم. يعني حبوبه قتل مساعد المفتش مونكريف وقتل محمد شريف المامور، وفي صافيه وكتفيه قتل 40 عسكري. فجو يعني ديكنسون جاء ضرب وقتلوا، قتل ناس وساقوا وشنقوه في حلة مصطفى جنب الكاملين ابو كريك في السوق. ما كان في شنق ابو كريك في سوق. عظيم هو يعني كان صحيح. وفي ناس مشوا في طريقه، يعني في واحد في الأبيض برضه من جماعة حبوبة مرق خلى الجزيرة مشى الأبيض وكده من هناك، وبرضه اعلن المهدية واعلن العيسوية. وعبد الوهاب محمد دفتنقسي قال يعني الحكومه دي تمشي وترجع المهديه ثاني. نعم. ويعني فكانت حركات كثيره جدا، يمكن اكثر من كم 20 حركه. نعم. وكلها حركات تحرريه. ايوه في الجنوب. كلها مناهضه للانجليز. كلها مناهضه للانجليز. في الجنوب قامت حركات سريه. نعم. بسموها الجمعيات السريه، لغايه ما الانجليز طلعوا قانون سموه قانون الجمعيات السريه. نعم. جمعيات الناس بيتجمعوا في مجموعات وعندهم طقوس معينه ونجارة معينه بدقوها وكده وكذا، ازعجت الانجليز. النوبه تمردوا تمرد كبير جدا، اخر التمرد يعني السلطان عجبنا بتاع النيمنج تمردوا 3 مرات. قاتلوا الحكومه قتال شرس جدا، حتى بنته مندي اشتركت في الحرب، ربطت ولادها في ظهر توبه وركبت الجواد وقاتلت. عندها مارش بتدقوا المزيكا اسمه. نعم. مندي. نعم. والفكي علي الميراوي، المك احمد النعمان مك الكتره، دي كلهم تمردوا على الانجليز. كلهم على الانجليز. وبعدين ناس تلودي لاس كادوغلي، لا الانجليز اضطروا يخطوا بلوك مستديم في جبال النوبه، وعملوا نائب مدير مديريه خطه في الجبال، لانه الجبال رفضوا دير تمردوا، رفضوا الدقنيه ورفضوا الضرائب ورفضوا القانون. نعم. رفضوا إطاعة اللي هو كان عصيان مدني. ف 55 هاي الانجليز يعني مرتاحوا مع الثورات دي. بعد ذاك لما قامت يعني الحركه الوطنيه وبدا مؤتمر الخريجين في فبراير 1938، قبله في 31 اضربوا طلبه الكليه. شوف كل ده عناصر فصائل الشعب السوداني دي. هو طبعا بحديثك ده يعني يمكن يكون الشعب كله بلا استثناء يعني كله قام ضد الانجليز. ويعني يعني الخريجين بعد ذاك جات الاحزاب، قامت الاحزاب من سنه 43 و44 45. الناس دي يعني الامام عبد الرحمن عنده كتاب اسمه في سبيل الاستغلال، جهاد في سبيل الاستغلال، يعني سجل فيه الاحداث دي كلها.
المسألة يعني الشعب السوداني اشترك. يا أخي أنا الدكتور معتصم أحمد الحاج في الجامعة الأهلية مركز محمد عمر للدراسات السودانية قال لي يا أخي في مؤتمر الخريجين لقينا في الوثائق بتاعته في أعضاء حدادين في سوق مدرمان. الحدادين بتاع حدادين بتاع الواطنين بتاعنا اعضاء في اعضاء في المؤتمر بيدفعوا في اعضاء في مؤتمر خريجين نعم بيدفعوا 5 قروش الاشتراك. يا سلام. يعني كل السودانيين اشتركوا. الانجليز خلقوا لهم مشاكل كثيره جدا السودانيين، لكن يعني في الاخر هي طبعا كانت يعني بعد الحرب العالميه الاولى وجات الحرب العالميه الثانيه. بعد الحرب العالميه الثانيه يعني النظام العالمي جاته تغير. بقى عملية الاستعمار الاستيطاني ما جايبة ثمنها، يعني كل الدول المستعمرة مفكرة في أنها بعد تطلع من المستعمرات دي. نعم. لكن دار تطلع بكرامتها. فبعد الحرب العالمية الثانية بدأ النظام الجديد وبدأوا الناس زي يعني يفكروا يطلعوا. في 1944 والحرب العالمية خلاص قربت يعني تنتهي وضحت يعني معالمها النصر لمنه، الانجليز هنا ده عملوا حاجه اسمها المجلس التشريعي لشمال السودان، لانه اصلا كانوا مفكرين يفصلوا يعني الجنوب ما وراء خط العرض 10 يكون برا تبع البحيرات العظمى وما شماله يكون السودان براو المركزيه دي. اي نعم. فقام عملوا المجلس التشريعي لشمال السودان. الامام عبد الرحمن في كتابه قال ديك خطوه كمنبر في سبيل في طريق الاستغلال، على الاقل يدرب الناس على العمل البرلماني. في 1948 بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه في 48 اتعملت الجمعيه التشريعيه. نعم. الجمعيه التشريعيه كانت برضها يعني خطوه ممتازه جدا في سبيل او في طريق الاستغلال، ولانه قالوا المجلس المجلس بتاع التشريع بتاع شمال السودان ما بيغطي كل السودان. نعم. خاصه انه سير جيمس روبرتسون في دوائر الجغرافيه. سير جيمس روبرتسون في 13 يونيو 1946 عمل حاجه اسمها مؤتمر اداره السودان. المؤتمر ده سؤال واحد، كيف يدار هذا السودان؟ فوضعوا نظم للاداره على ضوءها. قالوا في سنة 1947 في يونيو عملوا مؤتمر جوبا. قالوا يا اخوانا طيب نسأل الجنوبيين ديل دارين وحدة ولا دارين فصلوا براهم؟ في 47 في 47 فقاموا الجنوبيين قالوا لا السودان كله واحد. ده كان خيارهم في 47 كله 47 السودان كله واحد. فمؤتمر جوبا على ضوء مؤتمر جوبا سنة 1948 طوالي قامت الجمعية التشريعية اللي هي برلمان، والانجليز كانوا بيحترموا الكلمه دي. في البرلمان ده في الجمعيه التشريعيه سنه 1950 العضو محمد حاجه الامين قدم اقتراح انه من راي هذه الجمعيه ان السودانيين تاهلوا لنيل يعني استغلالهم، وانه المفروض يخشوا في الفتره بتاعت الحكم الانتقالي اللي هو الفتره في النص دي. والاقتراح ده فاز بصوت واحد، صوت واحد بس. الانجليز احترموا هذا الصوت الواحد وقرروا طوالي انه يمشوا في العمليه بتاعه الحكم الذاتي، انه السودان يدوه الحكم العام يكون قاعد. الكلام ده في 1950 50 اتقدم بهم من المقترح؟ محمد حاجه الامين. نعم. محمد حاجه الامين ده طبعا هو من الاحزاب الاستغلاليه. نعم. حزب امه هو. نعم. وفاز الاقتراح بصوت واحد. فبعد ذاك يعني الناس قرروا انه يعني انه يمشوا مع الانجليز في المطالبات دي طوالي، وبدات تطلع المظاهرات وبالانجليزي داون داون كولونايزيشن، وكلنا شاركنا في المظاهرات. نعم. ف يعني المظاهرات كانت شغاله وهتافات ضد الانجليز. نعم. وبعدين في حركه كانت اسمها حركه تحرير السودان بسموها حسدته، هذه الحركة كانت بتطالب بالاستغلال جهارا نهارا، وكانت يعني دير يعني لعبوا دور كبير جدا. هم في الاخر يعني هم يساريين يا اخي. دير زمان المفتشين المراكز ومدير المديريات كانوا بيكتبوا تقارير وحاجات زي دي. الجماعة دي اعضاء الحركة دي كان بيجوا بالليل يفتحوا المكاتب ينقلوا، ما كان في مكان التصوير. نعم. بنقول الكلام بتاع الانجليز، لانه الانجليز في ملفات شالوها
معاهم وفي ملفات يعني خلوها، فذي كانوا عارفين طريقة الإنجليز فكانوا بينقلوا الحكاية دي الشغل ده. فالناس دي كلها يعني كافحت. لما الاختراع ده فاز بتاع محمد حي اللميم، قرروا طبعا الحكم العام هنا ده بخاطب بريطانيا وخاطب مصر الدولة دي الحكم الثنائي، فقال كيف، قال لهم والله خلاص يحترم هذا، يحترم هذا الصوت الواحد نعم الذي ثنى هذا الاختراع. وقاموا عملوا انتخابات 1953 في نوفمبر شهر 11 اخر سنه 53، وفاز بها الوطن الاتحادي اللي هي دي فتره الحكم الذاتي، قبل الحكم الذاتي 1953 اللي عمل الانتخابات في نوفمبر فاز بها الوطن الاتحادي. ما خلاص قرر الحاكم العام قالوا انت عندك السلطات في الماده 4 وتصرف. نعم 1953 طوالي الحاكم العام عمل انتخابات ودي يعني كانت مشهوره جدا، فاز بها الحزب الوطني الاتحادي. نعم وبعدين جابوا يعني شكل حكومه في يوم يعني في اول سنه 1954 يوم 9 اصدر مرسوم بانه الحاكم العام عين الزعيم اسماعيل الازهري يعني رئيس وزراء ووزير الداخليه، اول وزير داخليه وطني. و بدت العمليه دي في 1954 والناس بدأوا يتدربوا على اداره الدوله ويتدربوا على العمل البرلماني ويعني لانه ما كانوا بيعرفوا الحكايه صحيح. دي فتدربوا عليها ويعني مشوا فيها كويس جدا جدا. قام الزعيم اسماعيل الازهري، الزعيم اسماعيل الازهري طبعا هو اتحادي وطن اتحادي، كانوا فكروا في الاتحاد مع مصر الاشقاء كانوا تفكيرهم انه يتحدوا مصر. في ناس قالوا يا اخي نحن نمرق من التاجر البريطاني نجح في التاجر المصري. لا في الاتحادين زادهم من الاتحادين زادهم كان في تيار زي ده مش كده؟ نعم في ناس ما كانوا قبلانيين. نعم لا قام الزعيم اسماعيل الازهري اخذ لفه في السودان، مشى الشماليه وهسه بسموها نهر النيل والشماليه البعيده دي زنقله، ومشى الغرب اخذ لفه واستطلع اراء الناس عن طريق السلاطين والزعماء، لقى انه الناس دايرين استغلال كامل. مع انه زمان هو كان بيقول الجمعيه التشريعيه نرفضها، قال حتى ولو جاءت مبرأة من كل عيب. نعم الامام عبد الرحمن قال يا اخي ده كلام غير منطقي، اذا هي اصلا مبرأة من كل عيب ترفضها كيف؟ لكن اتضح انه الزعيم الازهري زعيم خطير جدا جدا، وزي ما قال محمد احمد محجوب قال لي الزعيم اسماعيل الازهري يستطيع ان يلوي ذراع اي زول. نعم نمشي فاصل قصير ونجي راجعين نواصل الحديث مع سيد الفريق شرطه احمد المرتضى. كافح كافح وانتصر والوي قصة شعبي، كافح كافح وانتصر وخطى بالنور اسمه في صحن الدهر، وخطى بالنور اسمه في صحن الدهر، قصة سطرناها بالدم تحكي تاريخنا الطويل. اسماعيل الازهري
عنده. يا سلام، تحية لكم مجددا أيها الأحباب أينما كنتم، وهذه لحظات تاريخية، يعني لحظة إنزال العلم البريطاني والعلم المصري ورفع الراية السودانية على من يرفرف عبر الأزمان. سيد الفريق لك التحية مرة ثانية، ويعني نحن ماشيين وقريبين جدا في فترة زمنية إلى ذلك تلك الجلسة المشهورة يعني في 55، والتي تم اقتراح الاستقلال فيها من داخل البرلمان. شكرا. طبعا يعني قلت لك السيد اسماعيل الأزهري زول يعني خطير. نعم. كسياسي يعني، ولما خلاص بقى هو يعني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الانجليز كانوا قاعدين، وفي انجليز كانوا بيحبوا السودان يعني، قعدوا بعد الاستغلال كانوا قاعدين في الخرطوم، قاعدين في بيوتهم على البحر. فقام السيد اسماعيل الازهري قال للحاكم العام، قال لي الوقت ده كان سير الكسندر نوكس هيلم، روبرت هاو مشى خلاص، لكن جيمس سير جيمس روبرتسون قاعد، بيتي بانول مدير البوليس قاعد، ده قاعدوا بعد اظن مشوا من السودان سنه 57 بعد الاستغلال. بيحبوا السودان ده جدا. نعم. الانجليز. فقام السيد اسماعيل الازهري قال للحاكم العام، قال له والله نحن عشان نمارس يعني التجربه بتاعتنا دي والحكم الذاتي، القوات البريطانيه دي المفروض تغادر يعني، لانه جلع. ما ممكن تكون الجلاء ما يكونوا حارسين لنا. نعم. ففعلا تم الجلاء. الجلاء كان 200؟ الجلاء كان افتكر في نوفمبر 1954 ف مشوا القوات الانجليزيه مرقت، وفضل يعني الانجليز في بعض المديريات في بعض، والسودان كانت ماشيه، السودانيين بيحلوا محل الانجليز، سودانه الوظائف، سودانه الوظائف. ف بمناسبه سودانه الوظائف بالنسبه لنا احنا في البوليس، تعيين اول مدير عام وطني اللي هو السيد امين احمد حسين، اتعين يوم 10 سبتمبر 1954. نعم. لكن هسه هم بيحتفلوا بعياده الشرطه العربيه، ده في ديسمبر ده ما عندنا شغله بده بتاع الشرطه العربيه، لكن طبعا الناس ملزمين. نعم. لكن عياده الشرطه السودانيه، لكن احنا زمان لما كنا هناك كنا بنحتفل في يوم 10 سبتمبر. نعم. ده كان عيد الشرطه السودانيه، اليوم اللي تقلد فيه امين احمد حسين اول مدير وطني في 1954. المهم انه الامام عبد الرحمن في كتابه جهاد في سبيل الاستغلال قال يعني السيد اسماعيل الازهري لما اخذ الجوله بتاعته ويجا راجع قال انه يعني حيعلن الاستغلال من داخل البرلمان، واستغلال كامل بعيد عن دولتي الحكم الثنائي، لا مصر لا بريطانيا. ولا بريطانيا. نعم. وذا الجنرال صلاح سالم اجى من مصر وصل الروس وطلع في شذر الجنوب الغابات في الطوطح واصطاد في النمور وكذا وبتاع، وصرف قروش صلاح سالم والحزب الوطني الاتحادي فاز، وفي الاخر اسمه ابو زهور مقلبوا لك كلهم. قال طواري اعلان يعني انا السودان ده ياخذ استغلاله كامل بعيد عن دولتي الحكم الثنائي، لا يمشي مع الانجليز ولا المصريين. طبعا المصريين زعلوا زعل شديد، هذا مقلب ابن كلب يعني. كانوا دايرين يكونوا قاعدين انه تحت التاي المصري، وكانوا بيسموا الاغليم الجنوبي حتى بمغادره الانجليز هم يكونوا قاعدين، بيسموا الاغليم الجنوبي، وقالوا نكون تابعين للتاج المصري. المصري. نعم. ودي احنا ما فكتنا منه الا جمال عبد الناصر. صحيح. لا دي ما النحاس بس طلع مراسيم مرسوم انه الاغليم الجنوبي هو اغليم السودان يتبع للتاج المصري لفاروق الملك فاروق. يوم 23 يوليو قام جمال عبد الناصر ومحمد نجيب الثوره المصريه، وبعد ذاك بقى لا في تاج مصري ولا في نحاس باشا ولا في مراسيم ذاته. نعم. كانوا دارين يدخل تونس تحت جناحهم. ف المهم انه السيد اسماعيل الازهري الامام عبد الرحمن قال انا دهشت انه الرجل ده كان بيطالب بالاتحاد مع مصر في الوطن الاتحادي. ايوه كانوا يقولوا الاندماج، مؤتمر الخليجيين كان بينادي بكده يعني اندمجوا مع 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 مصر مع مصر. فالزول ده جاء قال لا ده استغلال، فقاموا اتفقوا انه الاستغلال ده في البرلمان يوم الجلسه دي بتاعت 13 ديسمبر
يقدم الاقتراح عضو حزب الامه، ما هم الحزب الفايز نفس الوضع الاتحادي، قالوا يقدموا عضو من حزب الامه ويسنيه عضو من الوطن الاتحادي. حزب الاقتراح يقدموا نائب من حزب الامه في البرلمان. ده كان بالاتفاق؟ ما اتفقوا على كده. ما قبل الجلسه؟ قبل الجلسه اتفقوا على كده، وقالوا كل ما كان النائب من الاطراف يكون احسن. فاختاروا النائب دبكه، مرحوم محمد ابراهيم دبكه من عد الغنم. ايوه هو من بني هلبه ولكن مناضل، قال الغايه الوصلى في نياله، وكان بكره الانجليز ومناضل. هو من بيت النظاره. يا سلام. النظاره بتاعت بني هلبه القبيله ذاتها، وكان بكره الانجليز جدا ومناضل، ناضل نضال كثير وهو طالب. وبعد ما يعني اشتغل في نايل كان ضد الانجليز. فقدم الاقتراح انه من راي هذا البرلمان ان السودانيين ديل خلاص تاهلوا لنيل استغلالهم الكامل بعيدا عن دولتين الحكم الثنائي. قام قالوا يسني الاقتراح شيخ مشاور جمعه سهل. جمعه سهل نعم. ده بارد. عظيم قبيله المجانين الناظر بتاعهم شيخ مشاور ده. فقام قال وقف على حيله وقال اسني هذا الاقتراح. البرلمان بجناحينه معارضه الحكومه، المعارضه قدمت الاقتراح، الحكومه سند خلاص فاز الاقتراح فاز بالاغلبيه. نعم نحن باقي لنا 3 دقائق يا سعد. فاز خلاص الاقتراح فاز بالاغلبيه. قاموا قالوا نرجو من معالي الحاكم العام ان يرفع هذا الكلام الى دولتين الحكم الثنائي، وان السودان ياخذ استغلال، وان شاء الله يوم 1/1 نحن حنصمم علم ونرفعه، للوقت ذاك ما كان عندنا علم. فبيبقى تاريخ الاستغلال هو يوم 19 ديسمبر 1955. ده التاريخ الحقيقي. ده الحقيقي. 1/1 ده تاريخ ربع العالم. ولما خلاص الحاكم العام رفع طوالي مصر اعترف الطوالي مباشرة أن هذه الأرض لنا، فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا سلام. رفع العلم. يا سلام. 3 دقائق تمت. لسه قال لك كلمتين ثلاثة ثانية. فالاستغلال ده يعني خدمه خدمة مخدوم. صحيح. لكن كمان الإنجليز عندهم حاجات إيجابيات. يعني مرة كان في محاضرة في بيت الثقافة أو دار الثقافة. نعم. المحاضر كان سير جيمس روبرتسون آخر سكرتير إداري، ده حب السودان جدا، ويعني كان صديق للسودانيين كتار. وبعد ما انتهت خدمته في السودان ودوه حاكم عام لنيجيريا. فبيجي السودان في اجازاته بيجي يقضى في السودان، ما بيمشي يقضى في بريطانيا. يا سلام. فعمل محاضره قال انتم السودانيين شابكين الاستعمار والاستعمار يا اخواننا، نحن ما استعمرناكم، نحن بس رتبنا لكم حياتكم. ده جيمس روبرتسون قال اول شيء السودان ما كان تابع لوزاره المستعمرات. نعم. كان تابع لوزاره الخارجيه. ثانيا كان اسمه ادمنستريشن اوف ذا سودان، اداره السودان. نعم. المحاضرة دي يعني معروفة، والناس في عمرنا ده وكده كله حضروا بيت الثقافة يشهدوا الكلام ده لسير جيمس روبرتسون. نعم. فقال انه يعني الانجليز قال نحن والله نوايانا كانت حسنة، وقال نحن مرقنا من السودان ده تركنا لكم اعظم خدمة مدنية اللي هي الخدمة، اعظم خدمة عسكرية. نعم. ونحن بنعتبر ده عندنا في بريطانيا العظمى، انه ده انجاز كبير لنا وقاعدين ندرسه في جامعات. صحيح. وانا لما مشيت نيجيريا طبقت جزء منه قدر المستطاع. نعم. فنحن يعني السودان ده موضوع فخر لنا في 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 بريطانيا، لانه طبقنا فيه وانجزنا فيه انجازات كبيره. سعاده الفريق شرطه احمد المرتضى البكري ابو حراز، الحديث معك لا يمل، ويعني نتمنى ان نلتقي في رحاب هذه المناسبه العظيمه لاستغلال البلاد، لنتحدث اكثر في مساحات اكبر عن مجاهدات اهل السودان في كل مدنهم وقراهم واصقاعهم ومشاركتهم الحقيقية في صناعة هذا الاستغلال. كتر خيرك. الله يبارك فيك. نعم ملاز، انت برضو زي كده مستمتعة بالسرد ده؟ جدا مستمتعة والله. نعم. سرد واشيله هنا عندي ورقة اشيله واكتب في تفاصيل معلومات مهمة جدا، لكن لانه ما في زمن خلونا نتابع الفيلم القادم عن استقلال السودان. نعم.